وخير الكلام كلام الله. نبدأ به هذا الاحتفال، نستمع إلى القرآن الكريم من القارئ الشيخ محمد كوشي، كوشي محمد الأزهري. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صالٍ كالفخار
خلق الجان من مارج من نار فبأي المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله.